اليوم جايين ندير الوقفه هذه في مدينه الدار البيضاء لحقاش لو دومين ديالنا توريستيك اون بليس دو سا ترونسبور توريستيك عنده ان غرون بروبليم مؤخرا اللي هو بروبليم ديال لي بنك وديال لي زاسيرونس. لا بليبار ديال لي سوسيتي عندنا عندهم دي زونغاجمون ديال لي كريدي مع لي بنك و ايزون يو دي سيتادير كانوا وقع عليهم كان عندهم عهود من طرف هاد الابناك هادو باش انهم يدير لهم دي ديفيري ويكون هناك سلاسه وتسهيل بالنسبه للقروض البنكيه كل الشهريه. من بعد ما الناس صيفطوا واحد لي كوبي ديال هاد لي ديفيري هادو صيفطوهم لي بنك ديالهم من بعد 3 شهور الاولى من الكونفينمون تبين على انه مجموعه ديال الابناك بدات كدير لي زارسيرمون بالنسبه للناس مولين الشركات اللي عندهم دي كريدي ولاو كيهدوهم في التليفونات ديالهم ولاو كيصيفطوا لهم مفوضين قضائيين والمحامين ديالهم على اساس انهم تيهدوهم انهم غادي يتم نزع السيارات ديالهم والحافلات وتوسكي ماتيريال ديال ترونسبور توريستيك. وحنايا اليوم جايين على اساس انه جايين نديروا هذه الوقفه هذه لانه سيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو لوزارة المالية ووزارة السياحة أنه يكون هناك تسهيلات بالنسبة للقطاع السياحي وخاصة في الشق السوسيال يعني حتى الناس الخدامين الشوافرية والمياومين والناس اللي مديكلارين في لا سي ان اس اس خص يكون هناك تسهيلات ولقاو أنه كاين مشاكل على لا سي ان اس اس باقيين شي ناس ما تصرفوش لهم المستحقات ديالهم ديال كوفيد وكما قلنا عاوتاني الشركات حتى هما عندهم مشاكل ديال القروض ودابا حنايا خارجين اليوم باش ناكدوا الهضره ديال سيدنا وباش نوصلوا الصوت ديال الناس السلطات وخصهم يديروا بهضره ديال سيدنا لان سيدنا راه عرفنا مضرورين وخصهم يديروا بهضرته حيت سيدنا راه كاينين الاف والالاف ديال العائلات اللي غادي تشرد. كيف ما كتشوف من شهر جوج وحنايا واقفين ما كاين لا خدمه لا والو اضطريت انايا السياره كدير زباب ديال الفلوس انا ركبت عليها هذا المشروع هذا باش ناكل انا ووليداتي ما بقاش عندنا ما ناكلو. الابناك بالنسبه للكريدي داروا لنا واحد التاجيل ملي مشينا بغينا باش نديروا التاجيل وهذا قال لك خصكم تسينيو على واحد الكونطرا بان غادي تزادكم لي زانتيري في الاخر ديال الكريدي. قال جينا الابناك كل نهار كيعيطوا علينا كل نهار كيصيفطوا لنا رسائل اضطروا انهم يصيفطوا لنا كاع المحامي ديالهم اللي مازال ما خلصش. بالنسبه عاوتاني لاسيرونس ما داروا معاه والو بالنسبه ليا كنهضر على راسي مشيت وقفت لاسيرونس 4 شهور ملي مشيت بغيت نعاود ناخذها قال لك لا راه ما كانتش واقفه يعني ما كاين حتى شي حاجه لا كريديات لا بنكا لا اسيرونس لا حكومه مسوقه لهذا القطاع اللي غادي في الاهمال وغادي في الهويه غادي للموت. حنا راه من شهر جوج وحنايا واقفين شلال تام ما كاينش الخدمه ما بقى عندنا ما ناكلو انا كل عندي ما ناكل ما غاديش ندير هذا المشروع هذا ما غنديرش هذا البروجي وتسلفت باش درتو والحمد لله على كل حال.